السلام عليكم. ورح نبدأ مباشرة في عمل التشكيلة الأسطورية تبع نجوم الأسبوع. الفكرة واضحة أعتقد، لا داعي أنني أشرح لكم كثير. المهم هذه التشكيلة اللي عندي كيف ما بتشوفون توصل 3109، تشكيلة أسطورية، ولكن رح نحاول أننا نقوم بعمل تشكيلة نجوم أسبوع فقط. نبدأ أول شيء بالحارس، رح نجيب أونانا أول شيء يا أصدقاء. أونانا لاعب أسطوري، وشكلنا تشكيلة أسطورية يا أصدقاء. راح أجيب كمان مبابي يلعب جناح يا أصدقاء. جبنا رافينا، مبابي، لويس دياز، دي بروين، رابيو، ما عندي إيربي فقط يا أصدقاء. الإيربي هو الوحيد اللي ما عندي في نجوم الأسبوع. المهم راح نبحث على لاعبين آخرين. وجبنا كمان هذا الإل بي، وكيف ما بتشوفون عندنا مهاجمين، عندنا كتير لاعبين يا أصدقاء تبع نجوم الأسبوع فقط. يعني التشكيلة كلها تبع نجوم الأسبوع من غير الإيربي، هو اللي كيف ما قلت لكم عندي حكيمي، ما عندي لاعب تاني. أوكي راح نجيب هذا هون، هذا دياغو سيلفا يا أصدقاء. لا مش دياغو سيلفا. المهم هذه هي التشكيلة كيف ما بتشوفون، تشكيلة خرافية يا أصدقاء فقط بنجوم الأسبوع. راح نشوف نجوم الأسبوع كيف لعبهم. نجيب إيميليانو مارتينيز يا أصدقاء مكان نيور، وكيف ما بتشوفون يا أصدقاء التشكيلة صارت كلها تبع نجوم الأسبوع. كيليان بابي، لويس دياز، رافينا، دي بروين، رابيو، دي بول. حكيمي هو الوحيد اللي كيف ما قلنا مش لاعب نجوم أسبوع، ولكن يعتبر مثل نجوم الأسبوع 98. عندنا دياغو سيلفا، اونانا، وعندنا سي بي 98 وال بي 98، ما بعرف اسمهم. المهم يا اصدقاء عندنا في الاحتياط بيلينغهام، ليفاندوسكي، وكثير لاعبين اساطير. ونقول بسم الله ونشوف هؤلاء اللاعبين كيف كفاءتهم في الماتشات يا اصدقاء، في اللعب، في المباريات، في الواقع مع الناس يا اصدقاء. راح نقول بسم الله. راح نبدا باول جيم على بركه الله يا اصدقاء. نبدا مباشره، شكلنا تشكيله اسطوريه تبع نجوم الاسبوع ونتوكل على الله. مين جابونا معاه؟ فريف فلسطين، فلسطين حره يا اصدقاء. هذا الشخص توصل تشكيلته 3136، ونحن فقط 3046. مين في يومه؟ حكيمي في يومه، رابيو في يومه، اسهم كلها اسطوريه من غير رافينا وذلك السي بي يا اصدقاء، ذلك المدافع. مهم راح نحاول اننا ندخل ناس يعني عندها يعني اسهم اسطوريه مثل هاد. اوكي وخلاص يا اصدقاء، التشكيله اعتقد صارت اسطوريه، وراح ندخل هذا السي اف يا اصدقاء. راح نجربهم ونشوف ايضا لعبهم كيف. اوكي راح ندخل كيليان بابي على الجناح الايسر يا اصدقاء، هو جناح غريز الانتاج. هذه تشكيلة الخصم 4-2-1-3، ونقول بسم الله على بركة الله. وتنطلق البداية لأجمل حكاية، يمررها لدي بول، دي بول يحطها مباشرة لرافينا، رافينا، والكرة تقطع. نعم الكرة تقطع، الهدف، الهدف، والهدف يضيع، تتحول إلى ركنية. الكرة قطعت مني يا حبيبي، العب. لا لا لا، لومينيجي أمسك الكرة، لومينيجي، يلا 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 يلا، ميدي ديلي ولا ما أعرف شو اسمك. اوه والله امسك الكرة، كفو كفو، والله لاعب نجوم اسبوع بس وامسك الكرة اللي من رومي، من رجلين رومينيجي. يلا شتت، لا الحمد لله، اونانا يتدخل ويرمي الكرة الى دوبي بيبيجيس، ما بعرف اسمه، ويرجع لي دي بروين، دي بروين يحط لي فاندا فاينين. مبابي ودي بروين، دي بروين يحط على رافينا، يضرب الكرة وتتحول إلى ركنية. في لاعبين يا أصدقاء بصراحة ما بعرف أنطق اسمهم علشان ما أكذب عليكم، دي بروين و دي بول، دي بول، وهجمة مرتدة، وحكيمي في التدخل. والله حكيمي أسطوري ولكن مش نجوم أسبوع. يرجع لي رابيو، رابيو يلعب كرة لفان دي بين، يمررها لمبابي، مبابي، مبابي، شو راح يعمل مبابي؟ مبابي تأخذ منه الكرة. لا يا مودريتش بالله عليك، لا لا لا، الانفراد، انفراد، انفراد، لا لا لا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والله أونانا أسطورة، والله العظيم إنه أونانا أسطورة. شفتم يا أصدقاء الجول اللي نقدني منه؟ والله العظيم إنه هادك، هذا كان هدف محقق يا أخي. الآن 1-0، والله هدف محقق يا أصدقاء وأنقذني منه. والله أونانا يا أصدقاء رغم أنه يوصل بس 97، يعني لا تحتقر لاعبين نجوم الأسبوع. الحمد لله الحمد لله. ترجع كرة لحارس أونانا، يمررها لي ميدي لي، يمررها لي فاند فين، مبابي 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 هرب، مبابي هرب، مبابي يراوغ. شو
ما حط له ما اعطاه صفره ولا اي شيء، والله يخليه يلعب. لا 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 يا رب، لا لا هذا هدف، هذا او الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اضرب اضرب، والله اخذ الكره. لا لا بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك، شو هذا اللعب شو هذا اللعب. يلا نبدا من جديد، للاسف ضيعناه. المرة هذه دي بروين، مبابي، شو راح يعمل مبابي؟ مبابي 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 مبابي، وتأخذ منه الكرة، ترجع لي ميدلي، مرة هذه دي بروين دي بروين مبابي، وكرة لم تضرب، ونهاية الشوط الأول بنتيجة 1-0 مستحقة مستحقة يا أخي، أنا ما عرفت ألعب. يمررها لي دي بروين، يرجع كرة لي مبابي 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 مبابي، ضربني ضربني يا لا والله بالضربة، أعطيه حمرة. ليش صفرة؟ ليش بالله عليك ليش صفرة يا أخي؟ مبابي رجله كسرت وعطيه بس صفرة. يلا خلينا نشوف هل راح نستطيع اننا نسجل هذا الهدف. يلا بدي بروين بدي بروين، مستحيله طبعا بس نحاول. لو كان روبين نيفيز او لاعب اخر او مثلا ذلك اللاعب التركي كالهانوغلو، ايضا اسطوره من بعيد، ويمررها. دي بروين يقطع كورتك، يقطع كورتك يا اخي، يقطع كورتك. لا 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 مرت، لا 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 يا رب يا رب يا رب يا رب، والله انه الدفاع اسطوري، والله العظيم انه الدفاع اسطوري قسما بالله، والله الدفاع اسطوره يا اصدقاء قسما بالله، انه الدفاع خرافي، والله الدفاع خرافي، يلعب على على جده وعلى اخته وعلى عائلته كلها، دفاع خرافي. يلا رافينا، مر رافينا، ولكن تقطع الكرة، تدخل دفاعي. رابيو يمرر يا اخي، ما مرت، وتنتهي المباراة الاولى بنتيجة 1-0، وراح نبلع احلى ناقص في التاريخ، ناقص 13. للاسف خسرنا المباراة الاولى، ونقول بسم الله في المباراة الثانية، يا رب يكون الحظ اسطوري. رابيو راح احطه لاعب خط وسط، ما مو لازم انك تحطه الدي ام اف لانه ما بيلعب كويس في الدي ام اف. اوكي ندخل هذا اللاعب، وندخل كمان ايميليانو مارتينيز، نجربه كمان ما لعبنا به، وندخل اعتقد كاسيميرو ايضا راح ندخله بهذا الشكل. والمهم يا اصدقاء الان صارت الاسهم تقريبا كلها كويسة بشكل كويس يا اصدقاء. نشوفوا تشكيلة الخصم يا اصدقاء، المهم اول شيء نشوف هل امورنا تمام. نعم تمام، ونشوف تشكيله الخصم 4-1-2-3، ساكا مبابي فينيسيوس مارادونا بيلينغهام دي بروين. ليش ام حاط سي ام اي يا اخي غبي؟ المهم يا اصدقاء نقول بسم الله، وتبدا المباراه الثانيه. كره عند مبابي اللي ضربت البدايه، يمررها لي ديبول، يمررها لي ميدي، لي يمررها لي دياز، مبابي يحطها لي دياز 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 ديو، تعالي لهون تعالي لهون، هادي جول هادي جول. اعطيه حمراء، ليش صفراء ليش ليش صفراء؟ اعطيه حمراء يا اخي اعطيه حمراء، والله بدك دياز لويس دياز احلى لاعب في العالم، بدك تخرجوا لي باصابه. دي بروين دي بروين يا اصدقاء اعتقد هو به راح ننفذ، ما عندنا لاعب اسطوري مثل نيمار او ميسي. يلا يا بسم الله يا بسم الله يا رب يا رب يا رب. ضيعتها ضيعتها يا اصدقاء. في اغلب الوقت في اغلب الاوقات يا اصدقاء يعني اسجل مثل هذه الضربات، لا اعرف ليش ضيعتها الان، انا اسف انا اسف جدا يا اصدقاء. وكره طويله من الحارس بيلينغهام، يحطها لي مبابي. يا اخي ما عندنا بيلينغهام، واش نقول؟ دياز يمررها لي مبابي مبابي، رافينا 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 رافينا، والجول. جول اعطي له باسيلو ماركيلو، اعطي له باسيلو، والله والله العظيم حلاوة الجول حلاوة الجول. جيب الكرة بالله عليك، لا 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 يا رب يا رب يا رب يا رب، لا 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 شتت، لا شو اسوي شو اسوي شو اسوي شو 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 شو، والله خطا فادح. الساهل الساهل، نعم الساهل يا عزيزي المتابع، الساهل الساهل، لا تقول اي شيء، الساهل هذا الجول، الساهل والساهل 20 من هذه الجوال يا اصدقاء، والله العظيم وش هذا اللعب يا اخي. عوض ما اشتت متعاطف معه لويس دياز، هو تعال لويس دياز دائما يراوغ يا اصدقاء ولكن يضربونه كيف ما بتشوفون. نحاول يا اصدقاء اننا نضربها من هون، هي مستحيله بس راح نحاول. يلا يا اصدقاء
الجول هذا زعلني كثير، مستفز للغاية. يلا يا أصدقاء نحاول معها رغم إنها مستحيلة. يا رب يا رب يا رب، ولكن ما عندنا روبن نيفيز يا أصدقاء، وما عندنا وايت، وما عندنا كثير لاعبين. حكيمي، دي بروين يمررها لويز دياز، ولكن لا يوجد أحد. يلا يرجعها للحارس. وين الدفاع؟ وين يا أخي؟ لا لا لا، اوه دي بروين يمسك الكرة، مرة لرافينا، رافينا يحطها لمبابي، مبابي مبابي مبابي. اوه لو مرت لك كانت خطيرة، دفاع اسطوري. يمرر علي ميديري، كاسيميرو، رابيو يلعب كرة لويس دياز، لويس دياز يحاول المرور، اوه مر 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 وتقطع الكرة من ساكا، ساكا يرجع علي الحارس. كورتوا، كورتوا يضرب كرة خطيرة جدا. ديبول، ديبول يرجع الكرة للويس دياز، لويس دياز يروح مبابي، وتمريرة خاطئة جدا، وترجع الكرة لحارس المرمى إيميليانو مارتينيز. الكرة الأرجنتينية تنتقل مباشرة إلى دي بروين، لويس دياز يحط عليه مبابي، مبابي 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 راح، مبابي راح، مبابي راح، والجول والله سجلت. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ والله إني كفو، جات مع التعليق أسطورية، والله إني كفو، والله إني سجلتها، والله إني كفو يا أصدقاء. تقييمكم في التعليقات لهذا الجول بالله عليكم. كرة تبدأ من جديد، دي بروين، وتشتيت من الدفاع، وتضرب الكرة مباشرة لويس دياز، يحطها لمبابي، وترجع كرة لمبابي، ولكن الدفاع يقطع. حكيمي يمررها لي، ووصلت إلى رافينا ليرمي العرض، وتروح الكرة بعيدة جدا. يمسك الحارس بالكرة، كورتوا، كورتوا يمرر الكرة، ورافينا، رافينا ما مسك الكرة، وتشتيت من الدفاع. حكيمي يمررها لديبول، ديبول يحطها لميديري، ويمررها لرابيو، يلعب كرة لويس دياز، وكرة لم تصل، وكرة في التماس يحطها لرابيو، يلعب كرة لدي بروين، دي بروين يمررها لديبول، يرجع لرابيو، ورابيو يحطها يحطها لدياز، دياز سيمر دياز ويمررها لفاندافي، وكرة تقطع، كرة تقطع، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة معاكسة، ولكن الدفاع كان في الاستقبال. والدفاع يقبض الكرة مرة ثانية، مرة ثانية فينيسيوس جونيور، وكاسيميرو ينقذنا. ترجع كرة لرافينا، كرة لم تضيع، رافينا، رافينا يمرر الكرة، وعرضية سيئة جدا. فان دافين يمررها للويس دياز، لويس دياز هل سيمر لويس دياز؟ لم يمر، وكرة لازالت عنده، يمر من الأول، وراح لويس دياز، راح 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 راح، وكورتوا في التدخل. يلا يا كاسيميرو، يلا يا كاسيميرو، راح من بينه بيلينغهام، 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 لا 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 لا، والله ميدي الأسطورة، شتت يا دفاع، شتت دفاع خرافي يا أصدقاء. هذا هو الشيء اللي عجبني في هذه التشكيلة، إنه الدفاع رغم إنه يوصل بس 97 96 لكنه أسطوري. خطأ، خطأ فادح، الحمد لله إيميليانو مارتينيز. حكيمي رجع كرة لكاسيميرو، راح أعصبه في اللقطة في الدقائق، في الدقائق الأخيرة. مارتينيز مررها لميديل، يرجع كرة للحارس. مارتينيز يمررها لكاسيميرو، يحطها لحكيمي. وتنتهي المباراة بنتيجة 2-1. راح يزيدونا في الديفينجن يا أصدقاء 47 كيف ما بتشوفون، ونقول بسم الله في الجيم التالي. راح ألعب ببيلينغهام هذه المرة، ندخل بيلينغهام نجربه. أوكي هذه تشكيلتنا يا أصدقاء، نشوف تشكيلة الخصم، تشكيلة توصل 3119 صون ولاعبين أسطوريين، نقول بسم الله. يلا شتت يا حكيمي، يمسكها رافينا، يحط له حكيمي بينية أسطورية، بيلينغهام يحطها لرافينا، وتدخل الحارس كانت خطيرة جدا. يلا يا ديبول يرفع الكرة، والحارس يبعد الكرة. حكيمي رجع لرافينا، يمررها لديبول، يحطها لرافي، وكانت خطيرة جدا. اوكي ترفع الكرة، بيلينغهام يحطها لديبول، حكيمي لرافينا، والكرة تقطع مرة ثانية. يلا ميدل يستحوذون على الكرة، رافين، رافين، رافين مسك الكرة، حكيمي، حكيمي مررها لديبول، ويمررها لحكيمي،
كان بده يمررها لبيلينغهام لكنها لم تصل، وترجع مرة ثانية مغربية ديبول وتقطع الكرة، هجمة مرتدة صون، هذا راح يمر صون، والكرة ترجع مرة ثانية. والمغرب مستحوذين، رابيو يلعب كرة لدياز، دياز ضربة سيئة للغاية، طويلة من الحارس ويتفوق عليه، صوني حط على مبابي، لا يا رب يا رب، ميديلي بالله عليك، لا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يلا يا الدفاع، يلا يا الدفاع، او تقفيكم، نعم الدفاع اسطوري، يخرج الكرة، يخرج الكرة لرمية التماس، كوندي مررها لكيميش، كيميش حطها لراسي، وبيلينغهام، وينك يا بيلينغهام، دياغو سيلفا، ويمسك الكرة، ترجع لرافينا، يمررها لبيلينغهام، يحطها، وتقطع الكرة من كوستا كورتا، نعم نسينا انه كوستا كورتا موجود هناك، كوستا كورتا يقطع اي كرة، لا خطيرة جدا، وينتهي الشوط الاول، بيلينغهام يمررها لديبول، يحطها لويس دياز، يمر من الاثنين، راح لويس يمر من الثالث، راح لويس، وكوستا كورتا في التدخل، لو لم يكن كوستا كورتا كان مر لويس دياز. بيلينغهام يحط بينية لويس دياز، وكرة تأخذ منه من طرف كوندي، يحط على رابيو، وكرة خاطئة جدا، صون راح، فان ديفين يرجع لي الحارس مارتينيوس، يخدع صون أو المهاجم، عفوا، وتروح كرة طويلة، يلا يا الدفاع، دي بروين يحط على رودري، صون، لا يا رب، شتيت، وراحت على الركنية، هذه الركنية راح تكون خطيرة، والدقيقة 73 راح نقوم ببعض التغييرات، عملنا بعض التغييرات يا أصدقاء، دخلنا ليفاندوسكي، مبابي والأشياء هذه، ونرجع مرة ثانية، يلا يا كوستا كورتا المدافع المتكامل، دياغو سيلفا في الإبعاد، ودي بروين حطها ليفاندوسكي، ومبابي أحلى بينية في التاريخ، توصل عند رافينا ضيع الكرة، ترجع لرابيو يحطها لإريوت، ويقطع هاريتي، نيمار الغدار يحط على مارادونا، وين الدفاع، هدف أول على المغرب مستحق، لأنه ضيع فرص كثيرة، ضيع هجمات كثيرة، فكان هذا هو العقاب، ويحطها إلى مبابي هرب، ولكن صليبة في التدخل، مبابي يحطها لإليوت، إليوت يرجع لي دي بروين، يحطها لليفاندوسكي، وكانت قوية للغاية، وراس أمك يا مبابي، ينعل، أستغفر الله العظيم، وتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 يا أصدقاء، صراحة يا أصدقاء قدمت كل شيء في المباراة، يعني اللاعبين قدموا كل شيء وأنا كل شيء، ولكن الخسارة كانت هي من نصيبنا، وتم الخفض 14. طيلو بصيلو ماركيلو، أوكي جينا مع هذا، ما بعرف هذا النادي تبع ايش، اوكي خلونا نشوف اللاعبين، مبابي سهم نازل كتير، راح العب بالتشكيلة دي، اوكي خلونا نشوف الخصم تشكيلته عاملة ايه، 4-1-1-4، عنده كتير لاعبين، رونالدو، ميسي، نيمار، مارادونا، المهم ديكا كلها اسطورية، نقول بسم الله، اعطي له بصيله ماركيلو، جبها شيني، صفر الله، وضربة البداية لفاندوسكي، حط لي ديبول، رجع، وكرة سقطع في أول البداية، ما هذا يا دي بروين، حاكمي، نيمار راح، ودياغو سيلفا في تشتيت، دي بروين حط لي ديبول حط لي لويس دياز، والكرة لم تمر، والكرة ضاعت، ترجع للحارس رابيو، ماذا تفعل يا رابيو، لويس دياز، فان ديفين، ومارادونا، ويحطها مباشرة إلى لويس دياز، والكرة تقطع من هيرناندي،
وهناك تدخلات كثيرة وهناك هجمات كثيرة، ولكن تقطع بسرعة رابيو ودي بروين دي بروين دي بروين دي بروين ورابيو في تدخل ليفاندوسكي، وترجع لليفاندوسكي والكرة تقطع مرة ثانية. حكيمي هذه هجمة، هذه هجمة مرتدة سريعة جدا، وتدخل من الدفاع. وين رايح يا حبيبي؟ وين رايح بالله عليك ديبول؟ و ما بعرف هذا اسمه ايش، ولكن اسطورة اللاعب لويس دياز. لويس دياز اخذ من الكرة من طرف هرناندي. لويس دياز لويس دياز راح ديبول، لو مرات لديبول راح كانت راح تكون خطيرة. وتدخلونا وكرة طويلة من فاندافين تمر الى دي بروين، يحطها لرافين، يحطها لحكيمي، حكيمي حكيمي يرفع العرضية وتروح بعيدة جدا، والتماس من حكيمي ولويس دياز وتمسك الكرة من رافين. رافين هرب، رافين هرب، وهدف يستحقه الخصم بسبب سداجته، بسبب سداجته، بسبب انه يحتقرني، يلعب معايا لاعب الاحتقار. لا لا والله ما لعب لاعب الاحتقار، بالعكس خايف منه. وتلعب من ليفاندوسكي للويس دياز، وكرة تقطع خطأ فادح من الخصم. لويس دياز يحط لي رافينا، رافينا رافينا رافينا، لا مش باور شوت، ضربت ضربة عادية، ضربت ضربة عادية يا اخي. ليش 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 يا اخي ضربت ضربة عادية؟ ليش دياغو سيلفا يحط لي ديبول، يرجع كرة لرابيو، خطأ فادح، خطأ فادح، خطأ فادح يا اخي. وش هذه الضربة؟ وش هذه الضربة؟ بده بس ياخذ ركن ويمررها. الدفاع الدفاع الدفاع، نعتمد عليك يا الدفاع. وين لا 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 ميسي 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 انكر ميسي انكر ميسي. للاسف يا اصدقائي ما راح اتعصب، ما راح اتعصب ابدا يا اصدقائي، راح اهدي اعصابي يا ابن اوكي عملنا هذا التغيير يا اصدقاء، لان الوضع ما صار يبشر بالخير، ونكمل مره ثانيه يا اصدقاء. للاسف خسرنا، راح احاول انني اعمل له جليتش سونتر يا اصدقاء اذا استطعت. اوكي اوكي، اول شيء راح نرفع الدفاع الى الامام، بابي الى رابيو، وتلعب كره الى والله كان بدي امررها لمبابي، قسما برب الكعبه، قسما بالله، يعني ما نحلف بشيء من غير الله. المهم قولي لا ضيعت ضيعت، ما صرت اعرف العب يا اصدقاء، ما بعرف لعبي ليش هيك يا اصدقاء. هل المشكل من التشكيله؟ هل المشكل من اللاعبين؟ هل المشكل من المدرب؟ هل المشكل في انا؟ ما بعرف يا اصدقاء، اعطوني رايكم في التعليقات. قولي يلعبها وتقطع الكره، تقطع الكره ويمررها لرابيو، يلعب كره لبيلينغهام، يحطها لي وفيليكس ولا يضرب الكره، لا اعرف انا صراحه ليش، شو كان ينتظر، شو الشيء اللي كان يشغل باله علشان ما ضربها. يا را ديبول، ديبول بالله عليك يا ديبول، ليش ما تعرف تعمل شيء في حياتك؟ ليش ليش لا 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 نفيرا. اوه الحمد لله تسلل، الحمد لله تسلل، لو ما كان تسلل لكان نزع لي ام الشيب. ويمررها الى حكيمي، يحطها لي بيلينغهام، بيلينغهام بيلينغهام، يضرب يا بيلينغهام في الاول يضرب، كان مبابي امامك. وين الدفاع يا ناس؟ وين الدفاع؟ لا 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 لامين يامال، حطها لي مارادونا. لا 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 بس مش في هذه الدقائق، بس مش في هذه الدقائق، لا 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 والله كان راح ياخذ مني الكره، والله عندي لاق مو طبيعي يا اصدقاء، قسما بالله انه عندي لاق. يلا 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 لا والله العظيم انه عندي لاق يا اصدقاء، ما بعرف ليش لاق يعني تبع الانترنت. وتنتهي المباراة يا اصدقاء بنتيجة 1-1، انظلمت كثير، انا مظلوم يا اصدقاء، مظلوم مظلوم مظلوم، هذا الجيم خسرته لاني مظلوم يا اصدقاء. النت بيض اللاعبين، يعني اللاعبين اساطير عشان ما نكذب، ولكن كل شيء يا اصدقاء. المهم لازم اعمل سبة علشان ادعي خسارة. المهم يا اساطير، عندنا كيف ما بتشوفون مبابي، لويس دياز، عندنا رافينا، لاعبين يا اصدقاء متكاملين، صح انك تشوفهم يصلون بس 97 98، دي بروين، رابيو، هذا اللاعب ايضا. المهم كلهم لاعبين يا اصدقاء اساطر بكل صراحه. رابيو انصحك انك تحطه سي ام اف، يعني خط وسط. حكيمي لعبناه لانه ما عندي ار بي، يعني نجوم اسبوع. والله العظيم يا اصدقاء تشوف التشكيله توصل بس 3046، بس لاعبين اساطر متكاملين، دفاع اسطوري خصوصا مع دياغو سيلفا يقطع الكره، وذلك اللي وصل 98 ما بعرف اسمه، وفان ديفين ايضا ظاهر مدافع اسطوري يطلع معاك ويرجع، يعني ما يخلي الدفاع، ولاعبين اساطير، ايميليانو مارتينيز ايضا حارس اسطوري،
اونانا كيف ما شفتم اللقطه اللي قطع اللي امسك فيها كره والله العظيم كانت راح تكون جول، بس اونانا كيف ما كيف ما شفتم انقذني من جول محقق، من هدف محقق. المهم يا اساطير بكل صراحه رايي في 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 هذه التشكيله اللي كونت والله العظيم اسطوريه، لو ما كان عندي لاعبين اقوى من هذول كنت راح العب بس بهذه التشكيله، اسطوريه خرافيه وكل شيء تمام والتمام والله العظيم يا اصدقاء. يعني الناس اللي ما تشحن روح بس لف على نجوم الاسبوع، اي لاعب جاك حتى لو كان يوصل بس 96 اسطوري يعني بكل صراحه. المهم يا اساطير هذا كان مقطع اليوم، حبيت يعني كانني اعمل تحدي انني العب بتشكيله نجوم اسبوع في الديفيجن واشوف يعني اللعب كيف راح يكون. المهم يا اصدقاء اتمنى تكونوا ضحكتم شوي، لا تنسوا اللايك الاشتراك تفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، وكان معكم اخوكم لين اكس واشوفكم في المقطع القادم.